كابتن زيزو برضو يوم فات اختي كان واقف معايا واحنا في الدفنه، واحنا يعني نزلت تحت وطلعت لقيته وهو واقف فوق. ده اللي انت عملته معايا يوم يوم ام الله يرحمها يعني. فده ده الربط اللي موجود بيننا. لكن مثلا الكابتن زيزو ان هو يكون موجود مدير مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي دلوقتي او بعدين او ده يعني وارد في اي وقت. بس هو صعبان عليه، هو احمد زعلان يعني. خلي بالك يعني الحاجات دي الحاجات الشخصيه اللي بيننا، العلاقات الشخصيه اللي بيننا دي حقينا نزعل من بعض الشخصيه، كان حاجات عامه كويس واسلوب عمل يعني ممكن قوي تزعل، بس ده اسلوب عمل محدش هيقدر ان هو يعني يتجاوز. وبعدين الكلام ده ما حصلش يعني، الموضوع الكابتن عبد العزيز او زيزو يعني ان احنا من سنتين كنا عايزين الكابتن زيزو معانا كمدير قطاع ناشئين، شايفين هو الوقت ده مناسب، عايزين محتاجين عقليه بالفكر ده بالاسلوب صحيح. ده موجود وتواجد الكابتن زيزو، وكان ساعتها عنده عقد برضه مع احد المحطات الفضائيه في التحليل وكده. واحنا كان في قرار ما فيش اساسا حد يحلل مش مباراه الاهلي بس، لا اي مباراه يعني ما طالما ما بيشتغلش في التحليل وبيشتغل في النادي الاهلي عشان ما يبقاش نوع من انواع ان انت بتنتقد بعض. فحسينا ان احنا برضو غلطانين في القرار. ليه؟ لان احنا كاداره كان مع كابتن طارق سليم بيتكلم بالسن يعني، وكابتن حسن حمدي وانا، ان احنا الثلاثه كان ده وجهه نظر لجنه الكوره، لان احنا غلطانين ان الارقام الماليه بقت كبيره وبقت كل واحد له حق تماما ان هو يستغل اسمه، له حق تماما ان هو يعني يكون عنده كل واحد عنده مسؤولياته يعني. فالرقم كبير، فاحنا فوضنا ان احنا قلنا قررنا ده نهذبه شويه، مفيش بقى يعني يشتغل كل الناس تشتغل زي ما عايز تشتغل، بس ما عدا مباراه النادي الاهلي عشان بس ما احنا شايفين برضو من وجهه نظرنا ان احنا مقتنعين بيها ان ما يكونش حد يعني بيحلل او بينتقد عمل زميله في النادي او عمل مدرب الموجود في النادي حتى لو الكلام كويس، لكن ما اكيد في تغيير ده غلط، ده مش عارف التشكيل ده كان المفروض يبتدي ازاي، المفروض كان يطور العمل ده يعني كتحليل يعني. فاحنا قلنا مفيش داعي لمباراه الاهلي، كابتن زيزو يسميها كان كابتن حسن حمدي، قلنا طب يعني بمعنى نكلم مدير المحطه وكلمه فعلا مدير المحطه والراجل وافق، وبقت كل مباراه تشتغل فيها ما عدا مباراه النادي الاهلي، وبقت بالنسبه لنا بقت اتعممت على كل من يعمل بالنادي الاهلي خلاص، لانها فعلا احنا مقتنعين تماما ان احنا كلنا محتاجين هذا الدخل. جينا في اخر مره بقى قعدنا مع كابتن زيزو فتره طويله، كنا بنتكلم على قطاع الناشئين يعني لوائح ومرتبات ومساعدين وحاجات كتير، وفي النهايه كابتن زيزو قال ان انا اتعاقد مع القناه ان شاء الله ربنا يعني يوفقه فيها، والتعاقد دوت شامل كل حاجه. اي كويس. فطبعا وسابنا الكابتن زيزو ساعتها وحياه امه يعني. السؤال ان الكابتن حسن وقف معاه دقيقتين، لا يعني. ما انا بس انا هقول لك بس يعني سابنا ومشي، واحنا قعدنا بعد كده يعني كابتن حسن حتى قال له بمعنى يعني يا زيزو انت فاجئتنا بالقرار، واحنا عندنا مبدا ماشيين بيه يعني. ومع ذلك مشي الكابتن عقال، عشان كان انا عارف، وانا عشان كده بقول لكم قبل اول الشهر، فاضل 10 ايام اول الشهر ولا حاجه، فانا من اول الشهر ممكن ما بقاش يعني موجود يعني. فاحنا خلاص سكتنا وقلنا بقى الكابتن حسن نهدى شويه وبعدين نشوف زيزو تاني، حاول يعني ممكن يستمر في نفس الموضوع انه يشتغل في نفس يشتغل في نفس يعني بنفس الاسلوب يعني ما عدا مباراه الاهلي بس. وبعدين انا الحقيقه كنت الفتره فعلا كنت تعبان جدا وما رحتش النادي كتير، انا قعدت بتاع شهر ونص ما رحتش النادي لغايه النهارده انا ما رحتش، رحت بس جمال عمية، رحت في جمال عمية. ايوه بس انا عندي ظروف صحيه مش مظبطه، فانا بعيد بقى لي فتره وما زلت الحقيقه بعيد لان برضو عندي ظروف مش مظبطه يعني. بس مع كابتن حسن كلمني في التليفون قال ان هو قابل الكابتن زيزو وشاف ان اللي هو مش هيقدر ان هو يعني يمشي بنفس النظام القديم وهيكمل بما فيها مباريات الاهلي، فقال له خلاص يعني بمعنى يبقى انت يجب انك يعني يكون في زي اختيار يعني. بس انت كابتن مرتبات ضعيفه قوي عندكم، عندك حق، هتعمل ايه؟ عندك لازم تزودوها يعني، ما ينفعش تزودها بقى لعيب ياخد يعني بحجم مثلا محمد عماره ولا مش عارف اسماء كبيره 3000 جنيه، مدير قطاع بياخد 15000 جنيه ولا 20000 جنيه، يعني ارقام ضعيفه قوي كابتن. لا مدير القطاع 25 لكن المدربين عندك حق تماما في حته المرتبات.